حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة عدداً كبيراً من الإنجازات من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني لعام 2021، ومن أبرز تلك الإنجازات موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الزراعة الجديد، والذي يستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به، وأيضاً رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية. ومن أبرز هذه الإنجازات أيضاً دخول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة موسوعة جينيس بتدشين محطة تحلية مياهية الأقل استهلاكاً للطاقة في العالم، تقدر ب 2.27 كيلو واط في الساعة لكل متر مكعب من المياه المحلة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتأتي من الإنجازات كذلك تصدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه المالحة بإنتاج 5.9 مليون متر مكعب يومياً. كما نجحت شركة المياه الوطنية في تطبيق مبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في جزر فرسان وقراها لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد. أخيراً من الإنجازات التي حققتها منظومة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني هو انخفاض نسبة النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 0.31% من خلال ابتكار أفضل الطرق في المكافحة والسيطرة على هذه الآفة.